بحضراتكم مجددا مشاهدينا، وهذه تكملة لنشرة السادسة، حيث أدى وزير الداخلية محمود توفيق صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، وذلك بحضور وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة وعدد من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة، وذلك في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 71، حيث ألقى خطبة الجمعة وزير الأوقاف وتناول خلالها تضحيات رجال الشرطة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 687 قضية تمونية مستندية وعينية، وذلك بمضبوطات بلغت قرابة 278 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي الاستيلاء على السلع المدعومة والبيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، فقد تم ضبط أكثر من 23 طن. وفي مجال عدم توريد الأرز الشعير والحجب والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، فقد تم ضبط أكثر من 224 طن. وفي مجالي الحجب والبيع بأزيد لمواد البناء، فقد تم ضبط 30 طن أسمنت. وفي مجال قضايا المخابز، فقد تم ضبط 446 قضية، من بينها 159 قضية خبز ناقص الوزن و160 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال قضايا التمونية المتعلقة بغش الأعلاف، فقد تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت 141 طن. أظهر استطلاع لوكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا عند مستوى 4.8% في السنة المالية الحالية. وقد شمل استطلاع رويترز حول توقعات نمو الاقتصاد المصري 18 خبيرا اقتصاديا، وتركز حول توقعاتهم للسنة المالية التي تنتهي في 30 من يونيو المقبل. يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 إقبالا كبيرا من الجمهور، ويشهد المعرض أيضا إقامة عدد من كبير من الفعاليات والتي يستمتع بها القراء داخل قاعات المعرض الذي يستمر حتى 6 فبراير المقبل. أسر بأكملها من رجال ونساء وأطفال جذبها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 المقام في مركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ليغير من الصورة النمطية لرواده، فلم يعد يقتصر على المثقفين أو كبار السن فقط. ويأتي هذا التغيير لما يذخر به معرض القاهرة الدولي للكتاب من تنوع ثقافي وفكري وترفيهي يقدمه لمرتاديه الذين توافدوا عليه من مختلف المحافظات للاستمتاع في أجواء كرنفالية ثقافية بالدورة 54 من المعرض المقام تحت شعار على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع. ويقدم المعرض وجبة دسمة من المعارف والفنون، وتشهد قاعاته إقامة عشرات الندوات على مدار أيام المعرض المستمرة حتى 6 فبراير القادم لمناقشة عدد من المحاور المرتبطة بشعار الدورة الحالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل التخصصية المتعلقة بالحقل الثقافي. وأمام الإقبال الجماهيري الكبير على التوافد للمعرض، تقرر مد ساعات المعرض خلال أيام الأجازات من 10 صباحا حتى 9 مساء، تسهيلا للجمهور وتفاديا للزحام. تشارك مؤسسة حياة كريمة لأول مرة بجناح خاص في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دوراته 54، وتعتزم المؤسسة تنظيم عدة فعاليات طوال أيام المعرض تتضمن التعريف بالمشروع القومي. المزيد نتابعه مع حضراتكم في التقرير التالي. احنا اول مرة نشارك كحياة كريمة في المعرض القاهرة الدولي للكتاب السنة دي. عندنا اول فعالية ان شاء الله مسابقة يومية
مسابقة ثقافية يومية لكافة الأعمار عن جهود الدولة والمشروعات القومية وجهود حياة كريمة واللي بتقدمه حياة كريمة. في فعاليات للأطفال موجودة زي مسرح العرايس اللي هو كركور، عندنا كمان برضو ورش رسم وتلوين للأطفال، هيتم عمل ورش حكي وجلسات حكي للأطفال الموجودين في المعرض. كمان هيكون عندنا برضو فعالية حلوة جدا ومهمة جدا اسمها تصور في الخير، الزوارنا الكرام هيجوا يزورونا في المعرض يعرفوا فعالياتنا وحاجاتنا ومجهود مؤسسة حياة كريمة وأجهزة الدولة المختلفة في تنمية الريف المصري وكرة الريف المصري. معرض المشغولات اليدوية ومنتجات أسر الكرة حياة كريمة في مصر كلها هيكون موجود معنا ليهم أيام وجدول عرض، هنبقى موجودين مع بعض كل يوم من المواعيد الرسمية للمعرض. أول مشاركة لينا إن شاء الله، وتبقى بداية مشاركتنا في النسخ اللي بعد كده من المعرض إن شاء الله. مشاهدينا، للمزيد من المتابعة حول فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، ينضم إلينا محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز. محمد، تحياتي ليك. يعني اليوم هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على هذا المعرض الذي ينتظروه بالطبع، وهذه الفعالية الثقافية الهامة التي ينتظرونها كل عام. صف لنا المشهد لديك. نعم، أحييك. وبالفعل يعني إضافة إلى كل المعلومات التي ذكرتيها، فإنه أحدث الأعداد الصادرة الرسمية طبعا الصادرة عن وزارة الثقافة فيما يتعلق بحجم الحضور الذي شهده هذا المعرض في يومه الأول حتى مساء أمس الخميس، فإنه الإحصاءات الرسمية تشير إلى أنه أكثر من 130 ألف زائر حضروا خلال يوم المعرض الأول الأمس في زيارات متتالية للمواطنين من جميع الأماكن. وبالتالي فإنه اليوم وحتى المشاهدات وكل من حضر اليوم يعني يلفت نظره بالطبع حجم الزوار الكبير للغاية، ربما سيزداد هذا يعني وبالإعلان بنهاية هذا اليوم وربما بالإعلان عن حجم الزوار، فإنه قد يتجاوز طبعا 150 ألفا قياسا إلى ما تم يعني حضوره من زوار بالأمس. طبعا فإنه تعلمين بأنه يعني ييسر العديد، هناك العديد من الوسائل التي تيسر الوصول إلى هذا المعرض هنا على في مركز مصر للمعارض الدولية على محور المشير، منها طبعا وجود عديد من أماكن ووسائل المواصلات التي يعني يستطيع المواطن أن يستقلها من جميع أنحاء ميادين القاهرة الكبرى، وبالتالي هذا ساهم طبعا في زيادة عدد الزوار. طبعا بالإضافة أيضا إلى أنه المعرض نفسه وإدارته أتاحت للزوار حجز التذاكر إلكترونيا على موقعها الإلكتروني، وأيضا يعني تصفحوا يعني تصفحوا بشكل تام ومعرفة كل الأجنحة وكل الفعاليات الخاصة به إلكترونيا، وهذا ما يسهل وأيضا ما يزيد من حجم الإقبال من الزوار في هذه النسخة النسخة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل هذه الأرقام طبعا تؤكد بأنه هذا المعرض يحافظ على وجوده للسنة 54 على التوالي، يحافظ على أنه على كونه المعرض الأول جماهيريا في المنطقة العربية والشرق الأوسط بشكل عام بحجم زوار بيتجاوز في كل نسخة بيتجاوز أكثر من 2 مليون زائر. في النسخة السابقة كانت قد سجلت 2.5 مليون على الأقل من الزوار، بالإضافة إلى أكثر من يعني هذا العدد تقريبا أو مثله من زيارات إلكترونية وطلبات حجز لكتب وتوصيل تتاحها طبعا إدارة المعرض عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بها للزوار، وأيضا طلب إمكانية الطلب للكتب وحجز وتوصيل حتى باب المنزل بالاتفاق مع شركات شحن كبرى تعمل في كل يعني أنحاء إقليم القاهرة الكبرى. إجمالا فإنه هذا المعرض يواصل يعني على ما يبدو كل فعالياته، هناك أكثر من 500 فعالية ثقافية وفنية أعلنت على مدار أيامه وحتى 12 فبراير المقبل. إليك. شكرا لك محمد أبو عيطة مراسل إكسترا نيوز على هذه النقل للفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا لك. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة يدوم الفرح لتجهيز 100 عروسة من
المقبلات على الزواج في محافظة الوادي الجديد. وقد أوضحت المؤسسة أن الدعم الذي تقدمه المبادرة يشمل أيضا الجانب التوعوي من خلال إقامة دورات تدريبية بعنوان مودة، وتهدف لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج وتعريفهم بطبيعة الكيان الأسري وفن التعامل مع الخلافات الأسرية ومكافحة الإدمان. وتعد محافظة الوادي الجديد ثامن محافظة يتم تنفيذ فيها المبادرة دوم الفرح، ليبلغ إجمالي عدد تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج حتى الآن 900 فتاة. نتحول إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن سفراء الحكومات الأوروبية ناقشوا مقترحا من المفاوضات الأوروبية بفرض حدود سعرية على المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير، لكن الاجتماع قد انتهى دون التوصل لاتفاق على أن تستمر المناقشات الأسبوع المقبل. واقترحت المفوضية أن يضع الاتحاد الأوروبي سقفا عند 100 دولار للبرميلة لسعر المنتجات النفطية الروسية التي تباع بعلاوة سعرية مثل الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم سعري مثل زيت الوقود. ويتعين أن توافق حكومات دول الاتحاد الأوروبي على السقف السعري ليتسنى تطبيقه. مدد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية ضد روسيا حتى 31 من يوليو المقبل، فيما أعلن وزراء العدل بالاتحاد خلال اجتماعهم في ستوكهولم أن التكتل يريد محاسبة سريعة لروسيا على الجرائم المروعة في أوكرانيا بحسب وصفهم، وتلافي الخلافات بين دول التكتل الأعضاء بشأن كيفية الملاحقة القضائية أو البحث عن أدلة أو تمويل للعمليات العسكرية الروسية وإصلاح الضرر. من جهة أخرى، يبحث سفراء الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على بيلاروسيا التي تتهمها بروكسل بمساعدة موسكو في التحايل على القيود الغربية المفروضة عليها. سجل الاقتصاد الأمريكي نمواً في عام 2022، ولكن بوتيرة أبطأ من العام 2021، فيما يهدد الركود الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 2.1% في عام 2022. وبحسب وكالة فرانس بريس، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير أكثر نحو دخول الاقتصاد الأمريكي ركود بدءا من مطلع العام الجاري. يضاف هذا إلى تهديد سقف الدين العام الذي بلغته الولايات المتحدة مؤخرا وسط مؤشرات قوية عن تخلفها في السداد. في فرنسا، أعلن الاتحاد العام للعمال انتهاء الإضرابات التي كان من المفترض أن تستمر لمدة 48 ساعة في المفاعلات النووية ومصافي الوقود الفرنسية بعد يوم واحد، احتجاجا على مشروع الحكومة لإصلاح نظام التقاعد. ومن المقرر تنظيم المزيد من الإضرابات في قطاع الطاقة وغيره يوم الثلاثاء المقبل، في يوم ستخرج فيه احتجاجات على مستوى البلاد اعتراضا على خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين، ليصبح التقاعد عند عمر 64 عاما.
نجت الحكومة اليونانية بزعامة رئيس وزرائها من حجب الثقة التي تقدم باقتراحها قادة المعارضة بالبلاد، وبعد 3 أيام من المناقشات داخل البرلمان اليوناني تم التصويت برفض سحب الثقة من قبل 156 برلمانيا وهم أعضاء حزب الديمقراطية الجديدة الحاكمة. أظهرت بيانات رسمية صينية أن الرحلات من وإلى الصين تضاعفت في الأيام الستة الأولى، وذلك من عطلة رأس السنة القمرية الجديدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع ارتفاع الطلب على السفر بعد نهاية قيود مكافحة فيروس كورونا الصارمة. وقد أظهرت البيانات أن طلبات السفر المحلية والدولية لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة قد ارتفعت إلى ذروتها منذ 3 سنوات. نهاية النشرة السادسة، ولا يبقى سوى تذكرة بأبرز ما جاء بها. الرئيس السيسي يزور أذربيجان لتعزيز العلاقات والتنسيق بين البلدين على الصعيدين الدولي والإقليمي. الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات ضد روسيا ويتهم بيلاروسيا بمساعدة موسكو للتحايل عليها. فرنسا تعلن انتهاء إضراب العاملين في المفاعلات النووية ومصافي الوقود احتجاجا على مشروع التقاعد. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة، كنت معكم أنا ميرفت المهي، وإلى اللقاء.